إذاعة الشباب من سلطنة عمان. شخصيتك شخصيتك شخصيتك. ما هي الشخصية القيادية؟ هل هي فطرة أم مكتسبة؟ شخصيتك. نقف في حلقاتنا من برنامج شخصيتك على نماذج قيادية بغية نموذجة. شخصيتك شخصيتك يأتيكم كل سبت من الثانية إلى الرابعة ظهرا. شخصيتك شخصيتك مع عايدة بنت خميس نبلوشي. شخصيتك. أينما كنتم مستمعينا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساكم بالخير والبركة. حياكم الله في وقت يجمعنا وإياكم على مدى ساعتين في برنامج شخصيتك. أهلا بكم بآرائكم ومداخلاتكم الجميلة التي دائما تثري موضوعاتنا في برنامج شخصيتك. موضوع اليوم مستمعينا عن القيادة الصادقة، وكالعادة مع الأستاذة هيام بنت يونس المعينية. سنتعرف إن شاء الله بعد الفاصل على تعريف القيادة الصادقة، أهم المحاور في القيادة الصادقة وأمثلة على ذلك. معكم في الاستوديو الأستاذة هيام بنت يونس المعينية، وأيضا في الإعداد إن شاء الله راح تكون معنا، أهلا وسهلا أستاذة. أهلا وسهلا. معكم في التقديم مستمعينا عايدة بنت خميس البلوشي، وفي الإخراج مريم العجلية، وخلكم معنا. العلم حلم غير أن العلم يؤتى بالأراق، يغدو وإن أعيى العيون كما الوسادة بل أراق. حبر الذي قد راقه حبر يراق على وراق، يصحو تغيبه المنى يغفو تطبطبه أثق ثقة حياتنا تعلى غيرك الشم استعتني تعتني 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 كل فور وشمولنا إشراقها عود الثقاب المعترد اقرأ أتتك الموج في وجه الجهالة تندفق، فتحت عقولا سيرات فتح الأقاصي بالخلوق. يا من تلاهم أنتم ضوء بآخر ذا النفاق، أتعود رفعتنا بكم عودوا فللماضي عباق. عودة لكم مستمعينا، ونرحب بمشاركاتكم في برنامج شخصيتك. قبل الفاصل ذكرنا أن موضوعنا اليوم عن القيادة الصادقة. نذكركم بأرقام التواصل معنا 24689151، هذا رقم المكالمات الهاتفية، أما الرسائل النصية 90456.
تويتر. مستمعينا أيضا نرحب بمشاركاتكم وتغريداتكم عبر شباب عمان راديو. صح كذا مريم؟ شباب راديو عمان. حسيت إنه في شيء. إذن مستمعينا حياكم الله، وأيضا من جديد أرحب بضيفتي الأستاذة هيام بنت يونس المعينية معنا في الاستوديو وأيضا في إعداد حلقات برنامج شخصيتك. أهلا وسهلا أستاذة. أهلا وسهلا فيك. أنا حابة تعرفيني بالقيادة الصادقة، أنا حبيت العنوان هذا. هاي القيادة الصادقة أو ما يطلق عليها الأوثنتيك ليدرشيب هي آخر ما توصلت إليه الأبحاث في مجال القيادة، وهذا الجانب من القيادة الباحثين جالسين يشتغلوا عليه ويعملوا مزيد من الأبحاث والممارسات على أساس أنه يطلعوا بصيغة واضحة وعملية. لأنه لما نيجي نتكلم عن الأوثنتيسيتي ليها طبعا ترجمات مختلفة، عندك أنت الصادقة، عندك أنت الحقيقية، عندك أنت الأصالة، فهذه كلها تتلخص في معنى واحد، انه كيف ان القائد يكون true to himself او يكون صادق مع نفسه، ويكون كيف ممارساته صادقة مع نفسه ومع الآخرين. طبعا نحن نتكلم انه بعد ما صار، طبعا هي نشأت هذه القيادة بعد 11 سبتمبر، وبعد ما وولدكوم وإنرون يعني صارت لهم مشاكل كبيرة، الوول ستريت، الناس بدأت تفقد مصداقيتها في القيادات اللي موجودة، أو يفقدوا مصداقيتهم في الناس اللي يأمنوهم على حياتهم أو على أموالهم. فمن هذا النوع بدأ إن الباحثين في الجامعات الغربية أو الجوروز يهتموا إنه طيب شنو هي القيادة اللي تخلي الناس تؤمن بالقائد؟ هل هناك نوع من القيادة غير عن المتعارف عليها واللي تكلمنا عليها بالحلقات السابقة؟ فبالفعل اكتشفوا أيوة أنه هي في قيادة يطلق عليها القيادة الصادقة. فطبعا بما أنها هي في طور يعني جديد وجالسين يشتغلوا عليها فليها تعريفات مختلفة. طبعا يعني أذكر منها الباحثين اللي اهتموا كثير بهذا المجال، عندك واحد اسمه باس، وعندك واحد أفوليوم، عندك واحد اسمه تيري، واحد اسمه جورج. هذولا يعني كرسوا حياتهم أنهم يطلعوا بتعريف القيادة الصادقة. القيادة الصادقة محورها أنه كيف أنك أنت تكون إنسان صادق مع نفسك قبل ما تكون صادق مع غيرك. القيادة الصادقة معناتها أنه أنت تكون عندك values، قيم أساسية تشتغل عليها، وأنه طبعا تعرفي هو للأسف الشديد ما كل واحد يشتغل بناء على القيم اللي هو يؤمن فيها. فالقيادة الصادقة تقول لازم تكون عندك أنت قيم تأسس عليها أعمالك أو فكرك. القيادة الصادقة كمان معناها أنه كيف أنت تقود الناس بناء على معتقداتك اللي أنت مؤمن فيها. هي جميل، إذن كأنهم عملوا على إيجاد مفهوم يعني أن تؤمن بما تتبنى، بما تردد، بما تعمل، ما هو مجرد أني أنا أردد بعض القيم ولكن لا أعمل بالفعل بها. نلاحظ هنا طبعا النتائج أحيانا تكون سلبية، أو أنك تبدأ تجد صفات تتناقض مع ما يعمل هذا الشخص، هذا القائد. لذلك ربما عملوا على إيجاد هذا المفهوم القيادة التي تعنى بالمصداقية، المصداقية مع النفس أولا، والعمل فيما بعد على ما تؤمن. أحسنت، هي المصداقية مع النفس. وتكلموا كمان عن أنه القيادة الصادقة معناها أنك أنت تكون أوريجينال، أنك أنت تكون صادق، أنك ما تكون نسخة، تكون أنت أصلي، أنت نفسك. فدائما يركزوا أنه be original don't be copies، لا تكونوا نسخ، كونوا نفسكم. وطبعا مثل ما قلنا أنه أفعال القائد الصادق اللي تكون منبثقة من أولوياته والvalues ماله وقناعاته والأشياء اللي بيؤمن فيها. هي
جميل. إذن مستمعينا، حديثنا اليوم عن القيادة الصادقة، بمعنى الإيمان بما نردد، بما نؤمن، بما بما نتبنى، بما نعمل، حتى يعني نعكس القيادة الحقيقية، لا مجرد يعني مجرد ترديد لبعض المصطلحات، لبعض المفاهيم، دون العمل بها. ذكر مستمعينا بأرقام التواصل معنا 90456، هذا رقم الرسائل النصية، أما المكالمات 24681151، أما صفحتنا في تويتر شباب راديو عمان. طيب أعطينا فاصل قصير عشان أكتب التغريدة. خلاص ما أقدر أيأس، تعبت، ظهري انكسر من هالخط والسواقة. انت قولي الحمد لله ضربته معي ما استوت من 30 سنة، ولا كان الحين الدرب 7 أيام ساير وسبع أيام راد، ولا وعلى رجال بعد غناتي. ايه حرام البترول الياس نعقي على الفاضي، فلسنا حياتي. ويدي ام سلوم، شو هالأدب اللي نزل عليك مرة واحدة؟ اسمع الشاعر اللي في التلفزيون يا لسعد قصيدة غاوية. يا سلام. لا تذكرني بحبك يا غناتي، ولا تذكرني بماضيك الجميل، في صدى ذكراك بقزر حياتي، ومستحيل أحب غيرك مستحيل. هذا مو باي شاعر، هذا علي الخوار. لقيتها ومعلاوي ومسلوم، تعالن وياي. يا رايح روح قباله نيل عالبي يحبونا، طمنه كيف حواله بعده قلب حنونا. ويا رايح روح قباله نيل عالبي يحبونا، طمنه كيف حواله بعده قلب حنونا. يا رايح خيط بشاله أغلى من كل الكون، يا رايح خيط بشاله أغلى من كل الكون. ويا رايح بكم مستمعينا في برنامج شخصيتك، والحديث عن القيادة الصادقة. نتعرف على أهم محورين للقيادة الصادقة مع الأستاذة هيام المعيني. حدثينا أستاذة عن أهم المحاور في القيادة الصادقة. هم محورين أساسيين اللي ارتكزت عليهم في مفهوم القيادة الصادقة. أولا عندك أنت محور لروبرت تيري اللي يتكلم فيه عن الأوثنتيك ليدرشيب أبروتش. فتيري إيش اللي عمل؟ عمل مثل العجلة،
العجلة هذه عبارة عن 6 محاور أساسية. في المحور الخاص بروبرت تيري اللي عجبني فيه أنه هو جالس يتكلم ما فقط عن نظريات أو عن مثلاً أبستراكت بحيث أنه يصعب تطبيقه في الحياة العادية، لا، تكلم عن يعني شيء عملي، أنه كيف أنت مثلاً لو أنا في مؤسسة أو لو أنا على النطاق الشخصي أريد أني أمارس القيادة الصادقة، وهنا نحن دائما نأكد على مرحلة التغيير، أن نحن لازم نعمل تغييرات بحياتنا، فهذا الموضوع ممكن كثير يفيد ناس اللي يريدوا يعملوا تغييرات بحياتهم. فهو يقول أنه في البداية على أساس أني أمارس القيادة الصادقة هما سؤالين أساسيين لازم أني أسألهم. السؤال الأول أنه What's really going on؟ ما الذي جالس يحدث؟ ما الذي يحدث الحين؟ لما تطرح هذا السؤال ما الذي يحدث، هذا معناته ان انت شايفه في شيء قابل للتغيير او في شيء انت ما راضيه عنه او في شيء انت تريدي تحسني منه. السؤال الثاني يكون انه كيف اقوم بتغييره او ما الذي ممكن ان اعدله. فمن خلال طرح هذول السؤالين يعني بتكلم عن المحاور الستة. المحور الاول لما انا اجي امارس القيادة الصادقة اللي هو الميننج أو المعنى، أنا الحين طرحت هذا السؤال يعني، وخليني مثلا أضرب مثال. لنفترض أنه أنا مثلا أريد أكون CEO في مؤسسة معينة، يعني أنا الحين موظفة وأتطلع أني أنا أكون مثلا CEO أو رئيسة لمؤسسة معينة، هذا التارجت مالي أنا بعد 10 سنوات. فكيف أني أنا أبدأ أطبقها؟ أولا من خلال تغيير العادات اللي موجودة داخلي، إني أبدأ يعني أفهم من هي هيام أصلاً، مبادئها ما هي مبادئ هيام، ما هي قيم هيام، ما هو الترو سيلف أوف هيام، أحدد أجلس أكتبها، بعدين بحط هذا الويل العجلة أول شيء بكتب فيها المعنى شنو هي المعاني الأساسية لهيام. مثلاً عندي قيمي، عندي مبادئي، وعندي أخلاقياتي، هذول 3 أشياء تندرج تحت المعنى، هذا محور. نعم. عندك المحور الثاني المشن اللي هي ما هي مهمتي، وتحت المهمة تيجي في الأهداف والأوبجكتيفز والتمنيات، يعني المواضيع أو اللي أتمنى. نعم. نيجي للمحور الثالث في هذا العجلة اللي هو الإكزيستنس أو وجودنا، ما هو ماضي أنا وما هي الأدنتيتي مالي، شنو وجودي، ما معنى لوجودي. فأنت شايفة كيف أنه كل هذه الأمور يعني تنطرح في معنى واحد اللي ما هي من أنت وماذا تريدي أن تكوني. نعم، معنى الوجود هنا بمعنى تحديد الرسالة، رسالتك أنت يعني ماضيك، شنو هو ماضيك. كل إنسان لي ماضي اللي هو تبنى عليه وما جاء، يعني إيش ماضي هيام اللي خلاها هيام حاليا. جميل. أو ما هو ماضي عايدة اللي خلى عايدة حاليا، أو حسب الماضي ربما أطلع بدروس تحدد اليوم مساري. بالفعل هذا. جميل. هو القصد منه. والأدنتيتي، أدنتيتي ماهيتك. بعدين نيجي للمحور الرابع الباور اللي هي القوة. قوتنا نحن كأشخاص، وتحت القوة تندرج الانرجي اللي هي الطاقة، تحتها يندرج الموتيفيشن اللي هو التحفيز، المورال، أخلاقياتنا، والسيطرة. عندك أنت المحور الخامس اللي هي الريسورسز أو الموارد. الموارد طبعا اللي أنا كيف أستفيد منها على أساس أوصل لي اللي أنا أريد أوصل له، بمعنى الفرص المتواجدة حاليا. أيوة. الموارد تشمل الناس، الأفراد اللي حواليك، لأنه في اللي حواليك هي عبارة عن موارد قوة. نعم. أهلك، أصحابك، زملائك في العمل، عندك أنت رأس المال الحقيقي اللي هو المعلومات اللي موجودة عندك، هذه موارد. نعم. أنت تستفيدي منها. وعندك الوقت هذا مورد. وعندك المحور الأخير اللي هو الستركتشر اللي هو النظام اللي الحين حتبدي تبني عليه. فالنظام طبعا يشمل السيستم اللي هو عبارة عن السيستم، الأنظمة اللي موجودة عندك، السياسات، عندك الإجراءات، هذه كلها أساسيات تكون موجودة على أساس توصلك. فأنا عندي هذه المحاور الستة أني أبدأ أشتغل على نفسي وأطور من نفسي لحد ما أوصل أني أنا أكون مثلا CEO في مكان معين، أو أني أكون رئيسة جمعية في مكان معين، أو أكون مثلا دكتورة في جامعة محاضرة في مجال معين.
ناخذ الست محاور هذه كلها نفهم من نحنا، نحدد شنو اللي تعلمناه من السابق، ايش الموارد اللي موجوده عندنا نحنا، شنو السياسات اللي نحنا نرسمها لحياتنا، وشنو القوه نقاط القوه الموجوده والمشن. كذا انت تكوني مشيتي في الدايركت يعني اللي تريدي توصلي له في النهايه. جميل جدا. اذا هذا بالنسبه لمحور تيري محور ايوه. نعم هو يأكد دائما يعني حتى في القيادة الصادقة يأكدوا على الفلفلمنت الإنجاز الذاتي. جميل. طيب أثناء التطبيق من بعد ما أنا تعرفت على كل العجلة وبما فيها يعني من محاور أيضا والعمل عليها، التطبيق هل هو سهل؟ هو سهل للي يريد، اللي عنده عزيمة أو تصميم إنه ينفذ. بدليل يعني الواقع يتكلم، هناك أمثلة كثيرة حوالينا ضربوا بها الأمثلة على القيادة الصادقة. يعني أولهم صاحب الجلالة، لو نجي نتكلم عن القيادة الصادقة هذا مثال حي نحن عايشينه. قبل 40 سنة إيش كنا، وبعد 40 سنة إيش وصلنا له. صاحب الجلالة عطى من قلبه، هو نموذج نحن الكل يحتذى فيه، حكيم العرب، فيه خصال يعني متعارف عليها عالميا، انه لما يعمل الشيء يعمله بصدق وبقناعة ومستنبطة من مبادئه اللي هو تربى فيها. فهيك يعني هذا اول مثال نحن متعايشين عليه. عندك قيسي عليها امثلة ثانية، عندك انت مثلا نيلسون مانديلا. نيلسون مانديلا احنا نعرف انه هو كان يحاول، انه طبعا عنده آراء وعنده وجهات نظر وعنده قناعات وعنده values. لما كان ضد العنصرية وحاول انه هو يدافع عن حقوق السود حجزوه لسنوات كثيرة. يعني اللي شاف فيلم انفيكتوس بيشوف انه هو كيف عانى. ايش عملوا البيض معاهم او اللي كانوا مسؤولين عن المرافعة؟ قالوا طيب نحن ممكن نطلعك من السجن، بس بشرط انك انت تتنازل عن كل ما ادعيته. رفض انه يتنازل، لانه هذا ايمانه، هاي قناعاته. This is who he is. الله يرحمه يعني نيلسون مانديلا رفض انه يتنازل، وقضى مدة عقوبته اللي اظنته 30 سنة 35 سنة من عمره ومن شبابه، لانه هو كان مؤمن بالقناعات اللي هو يدافع عنها. وخرج ومسك جنوب افريقيا، وقدر انه بالفعل يجيبها لمصاف الدول المتقدمة. فهي مثال حي عن، بس يريد له انه اللي يؤمن فيه. بالفعل كلام جميل جدا. بالفعل يعني مهما حصلت من ظروف نتيجة بعض القناعات اللي احنا نؤمن بها، ولكن يبقى انه راح نجد هذه الترجمة فيما بعد لهذه القناعات على ارض الواقع. بالفعل. راح تتحقق مهما حصل. وينعرفوا يعني بصراحة، يعني ما يختلفوا اثنين على الانسان الصادق. بالفعل يعني ينعرف الانسان الصادق اللي يتكلم يعني. وغير عن كذا ديننا امرنا بالصدق، ديننا امرنا بالاخلاص، يعني هذه مسلمات ومنهجيات يعني امرنا فيها نحن. وبعدين لما الإنسان يبدأ يشتغل على فطرته السليمة، الفطرة السليمة اللي هي الصدق والإخلاص والعطاء. هي الفطرة السليمة. فالإنسان اللي يشتغل على هذه الثلاث أشياء ينعرف، وبعدين مهما صارت من عراقيل في طريقهم، سبحان الله، يعني إن الله لا يضيع أجر عامل من ذكرنا أو أنثى، إلا ما بيوصل، إلا ما بيدخل لقلوب الناس. عشان كذا أكثر الناس تأثيرا في العالم هم أصحاب أو القيادات الصادقة. نعم جميل جدا. أنتقل إلى الرسائل النصية والتغريدات مستمعين، إذا كان هناك أي تواصل، إذا حابين تتواصلوا معنا عبر أرقامنا 24689151. هذا بالنسبة للمكالمات الهاتفية. أما التغريدات تبعثوها على شباب راديو عمان، أما الرسائل النصية على 90456. كنا نتكلم يعني عن محور تيري والنظرية ربما التي قدمها لتطبيق القيادة الصادقة. تحدثنا عن العجلة ومحاورها الست، ويمكن هذه العجلة تنبني على أهم سؤالين: ما الذي يحدث الآن، أو ربما أين أنا الآن، وماذا أفعل فيما بعد، أو كيف أغير الحال الذي أنا فيه. بناء على هذا السؤالين راح نبدأ في تطبيق المحاور الست في هذه العجلة، عجلة تأثيري.
هذا بالنسبة لمحور تيري. ننتقل إلى المحور الثاني. المحور الثاني عندك أنت محور لباحث اسمه بيل جورج. بيل جورج هو اشتغل فترة في القطاع المؤسسي الخاص وتعامل مع الاكزيكتيفز سيوز يعني، فبالتالي عمل أبحاثه ل 125 ليدر أو قائد، بغى يخرج بمفهوم أو خلاصة تكون عملية وقابلة للتطبيق. فاكتشف بعد ما عملهم، طبعا هو عملهم انترفيو مقابلات كلهم وسألهم يعني ما هو تعريفكم للقيادة الصادقة أو إيش هي الخصائص اللي تميز القادة الصادقين. فطلع بخلاصته اللي أول شيء تأكد منها بعد مقابلاته إنه القادة الأصليين أو الأوثنتيك ليدرز عندهم حب لمساعدة الآخرين، يحبوا يخدموا الآخرين، هذا هو القائد الصحيح، يعني ما يفكر في نفسه كثر ما يفكر في الآخرين. المحور الثاني اكتشف إنه القادة الصادقين يعرفوا نفسهم جيدا، ونحن هنا قدام مشكلة حقيقية، مكثر الناس اللي ما تعرف نفسها صح. جميل. أو إنهم يكونوا نسخ من أشخاص آخرين. للأسف أيوة، يعني ربما لا يفهموا معنى النمذجة أو القدوة، يعني تجد إنه شخص نسخة من فلان، وهذا شيء حقيقة مؤسف. نعم، نحن نتعلم من الآخرين حتى نستفيد من تجاربهم وخبراتهم حتى أقوي من نفسي وأصنع نفسي. هم لا، هم يلغوا ذواتهم وتجديهم نسخ من أناس معروفين، عشان كذا بعدين هم حينسوا نفسهم بالفعل. بعدين بيصحوا يوم من الأيام ما حيكون حتى عارف نفسه بالفعل. عندك المحور الثالث إنه يعني هم يقودوا من خلال قيمهم. يعني أنت ملاحظة دائما إنه نتكلم القادة الأصليين أو القادة الصادقين يعني يبنوا قيادتهم بناء على قيمهم أو ما يؤمنوا فيهم. هذا بالنسبة لي. النتائج طبعا هو استخلص منها عبارة عن 5 خصائص. يعني لو نيجي نتكلم، لو الواحد بيسأل أنا كيف أكون قائد صادق أو ما هي خصائص القائد الصادق اللي ممكن أنا أكتسبها، وهنا بعد أنا أحب أكد أنه يعني في ناس يتولدوا صادقين، يعني سبحان الله عندهم يعني الصدق والعطاء تكون في جيناتهم في بنيتهم، في ناس يكونوا كذا ويعني سبحان الله يكبروا عليها ويقول هاي جبلة موجودة فيني. طبعا في ناس اللي هم يقرروا انهم هم يغيروا من حياتهم وياخذوا مسار هذا في حياتهم، هل كمان ممكن؟ احنا تكلمنا قيادة ما منها فطرية وما منها مكتسبة. نعم. طيب الحين القيادة المكتسبة الخصائص 5 ما هي؟ الاول شيء ان هم يعني فاهمين إيش مهمتهم في الحياة، إيش هو هدفهم، البيربس. أيوه. شنو البيربس مال الإنسان بحياته، ما هو معنى وجودك في هذا الحياة، هم يكونوا فاهمين بالضبط، عارفين إيش اللي يريدوا يعملوا. طيب إحنا نكمل الخصائص الثانية بعد الفاصل إن شاء الله. إذاعة الشباب من سلطنة عمان. شيء لا يصدق، موديلات 2015. أنا بالفعل متفاجئ، هدية نقدية مضمونة، أنيقة ومثيرة، بالفعل حقيقة واقعة. إنها جيلي إميجرام، اكتشف معنى الإثارة مع جيلي، مع هدية نقدية مضمونة على موديلات 2015 بناقل حركة أوتوماتيكي وبأسعار لا مثيل لها. إنها بالفعل ما كنت أنتظره، انتهز الفرصة مع جيلي اليوم. تفضل بزيارة أقرب فرع لمركز تاول للسيارات لديك، أو تواصل معنا عبر الفيسبوك أو تويتر @جيلي عمان. يواب الله يواب، حلوى بها طعم اللذيذ، يحبها صغير وكبير، حلوى الديواني أكيد يعرف كل السامعين، عنوان للذوق الجميل وتراث للشعب الأصيل.
من ذاقها يطلب مزيد حلوى الديوانية أكيد. الحياة أحلى مع الديوانية للحلوى العمانية. إيش أقول لك؟ يخليك تعيش مترفه على الآخر، يعني دخول مجاني صالات المطارات حول العالم، وتأمين سفر مجاني، وخصومات وعروض حصرية. والله إنك محظوظة. بصراحة ما حصلت عليه بعد. تو أحلى وقت لتفتح حساب بريمير أو أدفانس من HSBC حتى 31 مارس وتستمتع بليلة مجانية في فندق 5 نجوم. اتصل على 800-74666 لحساب HSBC بريمير أو 800-75555 لحساب HSBC أدفانس، أو قم بزيارة www.hsbc.co.om. بنك HSBC عمان، تطبق الشروط والأحكام. عروض وخصومات مركز مسقط ECC مارت 2015 تبدأ من 30% وحتى 70%. سارع لا تخسر فرصة الخصم. ECC مارت مسقط، منطقة الخوير، شارع رقم 4147، هاتف رقم 244-88-180. تعلن وزارة الشؤون الرياضية عن فتح باب الترشح لجائزة إنجازاتنا، وذلك في المجالين الرياضي والشبابي. المجال الرياضي ويشمل الإنجاز الرياضي الفردي للاعب، الحكم، المدرب، الإداري، الإعلامي. الإنجاز الرياضي الجماعي، الإنجاز الرياضي المؤسسي. المجال الشبابي ويشمل المجال العلمي ويشمل الاختراعات والابتكارات والتقنية. المجال الفني ويشمل الرسم بفروعه المختلفة والتصوير الضوئي والمسرح والفنون الأدائية. المجال الاجتماعي ويشمل أنشطة ومبادرات خدمة المجتمع. المجال الأدبي ويشمل القصة والشعر والمسرح. ويمكن للجنسين الترشح على الجائزة والاطلاع على الشروط والمعايير المحددة بموقع وزارة الشؤون الرياضية www.mosa.gov.om. يمنح الفائزون جائزة مالية بالإضافة إلى درع إنجازاتنا، ويغلق باب الترشح نهاية شهر فبراير 2015. للترشح أو للمزيد من المعلومات يرجى التواصل على رقم الهاتف 24755212 أو عبر قنوات التواصل الاجتماعي. إذاعة الشباب من سلطنة عمان. حياكم الله مستمعينا في برنامج شخصيتك، وإن شاء الله مستمرين معكم حتى تمام الرابعة. حديثنا الآن مستمعينا عن القيادة الصادقة، كيف نترجم ما نؤمن به، كيف نؤمن أيضا بما نتبنى من مفاهيم، من أقوال، ونجعل هذه الأعمال التي تعبر عن ما نردد أحيانا، عن ما نقدم إلى الآخرين، تتحول إلى فعلا قيادة صادقة أو ترجمة صادقة. تحدثنا عن أهم محاور في هذا الموضوع، محور تيري، القيادة الصادقة، والنظرية التي قدمها نظرية العجلة والست محاور. أيضا انتقلنا إلى محور جورج والأبحاث الذي عمل عليها وقدم خلاصتها. يمكن تكلمنا عن أهم النتائج الذي خرج منها بعد هذه الأبحاث، واللي قدمها عن على طريقة خصائص صادقة يجب تمنيها، أو هي الأمور المكتسبة التي يمكن تعلمها حتى تتحول فيما بعد إلى صفات من ضمن شخصيتنا، ولكن أيضا مكتسبة. أولا قلنا فهم الهدف، فهم المهمة في الحياة. قبل ما ننتقل إلى النقطة الثانية، أشكر كل من يتواصل معنا عبر الرسائل، أو عفوا عبر التغريدات. معنا عمران يقول: القيادة باحترام هو أسلوب عقلي، والذي من خلاله تحاول كسائق أن تنهي رحلتك بسلام. هذه هي القيادة الصادقة. أنا حبيت هذا التشبيه. أيضا المنتصر المقبلي يقول: أهلا وسهلا بإذاعة الشباب، الحمد لله اليوم الجو جميل جدا، ويا رب تجي أمطار خير وبركة في السلطنة. أشكر جميع العاملين في الإذاعة. شكرا لك المنتصر. يتطالب أغنية، وللأسف يعني المجال الحين ما مفتوح لطلبات الأغاني، إن شاء الله بعد البرنامج راح تستمع إلى الأغنية.
إذن ننتقل إلى النقاط اللي ذكرها جورج من بعد تحديد المهمة أو الهدف. النقطة الثانية أنه القادة الصادقين عندهم قيم قوية للأشياء الصحيحة اللي يريد يقوموا بها، فبالتالي يكون عارف بالضبط ما هو الشيء الصحيح. دائما القيادة يعني authentic leadership يعني it's about what's the right thing to do، ما هو الشيء الصحيح اللي أنا بؤمن فيه. وبعدين بتصير أحيانا عايدة أنه يعني أحيانا المجتمع أو الناس اللي حواليك يريدوا يدفعوك لتوجه معين من وجهة نظرهم أن هذا هو التوجه اللي يناسبك، بس بداخلك أنت عارف أنه في شيء ثاني صحيح واللي لازم تقومي به. جميل. أي. فهذا هو هذا يعتمد على الحدس أحيانا. أي. على الحدس كثير. والحين الغرب يعني بتعرفي الغرب عادة يقوموا بعمل أبحاث بناء على المادة، يعني عندك أنت المادة عندك أنت مقاييس تبني عليها وتخرجي بخلاصة. هم الحين يحاولوا أنه يفهموا أنه في أشياء ما بعد هذه المادة وجالسين يشوفوها بشكل واضح ويدرسوها الحين، اللي هو الحدس أو الجت هم يسموها أو الإلهام. ودائما في كتاباتهم دائما يعولوا عليها أنه هذا الإلهام هو دائما ما يصيب. يعني حتى في واحدة من المقالات يقولوا دائما ليس العقل في التخطيط، أو أنه مثلا ما تقول أنا أتخذ قرار بناء على مثلا عقلي أو فكرت فيه بهذه الطريقة، القرار الصائب دائما اللي يكون من القلب. نعم، استفتي قلبك. استفتي قلبك. نعم. صلى الله عليه وسلم. أيوة. السلام. نعم، جميل جدا. هذه بالنسبة للنقطة الثانية. النقطة الثالثة، القائد الصادق دائما عنده علاقات صادقة مع الآخرين، مع اللي حوله، سواء في أهله، سواء مع زملائه، سواء مع مرؤوسي، مع يعني أي إنسان يتعامل معه يكون صادق. ما في نفاق، ما في زيف، ما في أقنعة. لا. هذا هو الإنسان الصادق. النقطة الرابعة كمان من الخصائص إنه هم عندهم التزام أخلاقي ناحية مبادئهم، يعني ممكن يفقد حياته عشان المبادئ اللي يؤمن فيها. لا. هذا هو القائد أو الإنسان الصادق، شيء يؤمن فيه ويكون محور حياته. جميل. الخاصية الخامسة عندك وهي يعني عندهم شغف. الشغف هاي كلمة عظيمة يعني. صح. وأي إنسان يعني قابلته وعنده شغف هو إنسان ناجح. نعم، لأنه حماس لا ينطفئ أبداً. بالفعل. يعني مهما كانت هناك من بعض المعوقات، بعض التحديات، ولكن الدافع دائماً هو الشغف. بالفعل، فشغفه هو ناحية المهمة اللي يريد يعني يقوم فيها بحياته. طبعا هو حتى جورج عمل يعني في الخصائص هاي الخمسة عملها على هيئة دائرة، يعني ودائما هم دائما الباحثين يمكن يرسموها الدائرة، وأنا بصراحة ما شفتها غير في القيادة الصادقة. يعني دائما عادة يحطوا على شكل مربعات أو جداول، إلا في القيادة الصادقة تكون على شكل دوائر. وتفسيري المتواضع لهذا الموضوع أن الدائرة ما ليها نقطة بداية ولا نقطة نهاية، هي حلقة متواصلة. وأنا هاي اللي بؤمن فيه، أنه نحن في يعني كبشر في حالة تحديث يومي، في حالة اكتشاف يومي لأنفسنا نحن. فالدائرة اللي هو رسمها قسمها عملها بشكل جميل، يعني كتب في المنتصف الدائرة اللي هو الأوثنتيك ليدر أو القائد الصادق، وبعدين وزعها العمل الخاصية الأولى الباشن، ورسم منها سهم وكتب الهدف. فبالتالي هدفك مربوط بشغفك. جميل. أوكي. عندك أنت الخاصية الثانية behavior اللي هي ما هي أفعالك، وعمل منها سهم values اللي هي قيمك، أفعالك مرتبطة بقيمك. الخاصية الثالثة اللي هي connectedness اللي هي تواصلك، ورسمها مع العلاقات. فبالتالي أنت علاقاتك تكون متأصلة مع الناس اللي حواليك. نعم. مرتبطة، ما هي فقط علاقة، هو ارتباط. وبعدين المحور الرابع اللي هو الكونسيستنسي أو الالتزام مع السلف ديسيبلين. فبالتالي انت التزامك يكون داخلي وانضباط داخلي، ما انضباط خارجي. جميل. الانضباط الخارجي دائما دائما لا يفيد.
دائما أنا هذا الشيء اللي بؤمن فيه واللي دائما أتكلم عنه، إذا في التزام أو في انضباط هو يكون أولا داخلي قبل خارجي، ودائما المؤسسات المفترض تسعى لموظفيها أنها تزرع الانضباط الداخلي قبل ما تزرع الانضباط الخارجي، لأنه هذا هو المحرك الأساسي. وعندك آخر شغلة، الخاصية الأخيرة اللي هي الكومباشن أو التعاطف، واللي هي مرتبطة مع القلب. يعني القادة الصادقين دائما يشتغلوا من قلوبهم وعندهم تعاطف ما طبيعي مع اللي حواليهم. نعم، يعني متفهمين جدا لكل شيء ربما. أي بالفعل لازم. نعم. التعاطف هو أنه لما الواحد يكلمك تكوني فاهمة، يعني دائما ما يقولوا you put yourself in their shoes، حطي نفسك في مكان هذا الشخص. بالفعل بتفهمي ليش هو يتكلم كذا، ليش أفكاره كذا، ليش شخصيته كذا، ليش توجهاته كذا. ضروري، لأنه ما أسهل أنه نحن نحكم على الناس. بالفعل. إذن كلام جميل جدا مستمعينا، ونتائج أيضا هادفة جدا سواء محور تيري أو محور جورج. يعني من بعد ما أشوف الرسائل والتغريدات ننتقل إلى نقطة ثانية أيضا مهمة في موضوع القيادة الصادقة أو كيف تكون قائدا صادقا. عزيزي المستمع، أشكر جدا المنتصر المقبالي اليوم، ما شاء الله أنت نشط في تويتر. أنتقل إلى رسائل النصية مستمعينا، اللي حاب يتواصل معنا عبر رسائل النصية يبعث رسالته على 90456 في مكالمات يا مريم. طيب عزيزي المستمع، موضوعنا اليوم كيف تكون قائدا صادقا. طيب من بعد ما تعرفنا على محور تيري ومحور جورج وهم أهم محورين في القيادة الصادقة، خلنا نفعلهم، نريد طريقة تساعدنا على تفعيل كل هذه المعلومات. يعني فيه هو أمثلة طبعا ممكن أضربها في هذا المجال. نعم. عندك مثلا رئيس ستاربكس اسمه شولتز، شولتز هو من أسس يعني ستاربكس. نعم. والده كان عنده مشكلة صحية، ولأنه عندهم يعني ما مشكلة، مشاكل صحية، ما كان عنده نظام تأمين. تعرف بأمريكا عندهم التأمين الصحي على أساس للعلاج، فما كان عنده تأمين صحي، وشاف أبوه يموت قدام عينه لأنه ما كان عنده تأمين صحي. فهذا أثر على مبادئه هو، وحوله كإنسان أنه كيف يتعاطف مع الآخرين من خلال توفير تأمين صحي لهم هم. فيوم ما نجح في ستاربكس وأسس إمبراطورية ستاربكس، أول شيء عمله إنه هو عمل نظام صحي للموظفين عنده بالكامل. حتى للبارت تايمرز، ما فقط الفول تايم، حتى اللي يشتغل عنده بدوام جزئي عمل له تأمين صحي. جميل. فهي مثال إنه بالفعل هو مر بتجربة قدرة تتأثر فيه، وهو إنسان صادق مع نفسه. وبعدين عندك أنت في ستاربكس هم يتبنوا يعني البلدان الفقيرة، فإنهم كيف يكون عندهم هم سياسة طبعا المبالغ، يعني لما تشتري مشروب وغاية في سياستهم المشروب يذكروا منه أنه جزء من قيمة هذا المشروب يروح للدول الفقيرة اللي يزرعوا البن أو اللي محتاجين يعني ريع هذا المبالغ تروح لهم هم. فهو يعني معروف سياسته، هو قائد صادق. يعني حتى من الأشياء اللي درسناها كان سياسة ستاربكس، وأذكر مرة أنه في كندا أو بأمريكا ما أتذكر أنه حد هجم على ستاربكس من واحدة من محلاته، وللأسف راح ضحيته واحد من الشباب اللي كانوا يشتغلوا هناك. فهو أخذ طيارة بنفسه وهو الرئيس all the way راح لعائلة هذاك الشخص اللي قتل، وقدم تعازيهم نفسهم وقدمهم تعويض مالي. فهي من الأمثلة القيادية اللي يستشهد فيها، يعني كيف أنه هو قريب من موظفينه. نعم، بعض مؤسساتنا بدأت تتجه لنفس هذا التوجه. في تطبيق في بعض المؤسسات للتأمين الصحي، تجدي الرئيس المسؤول
موجود يعني في أماكن تضرر، ربما شخص يتضرر من المؤسسة تجدي هو أول من يحضر ربما حتى في العلاج أو لا سمح الله يعني إذا توفاه الله أثناء الدفن وكذا. هذا الشيء بالفعل يخليك تطمئني على المكان اللي أنت تعملي فيه، وفي في مصداقية ربما على الأقل إذا ما في بعض الأمور. في كل مكان في مشكلات، ولكن هذه الأمور على الأقل من الأمور اللي تخليك فعلا أنك تنتمي انتماء صادق للمكان اللي تعملي فيه بالفعل. نتيجة القيادة الموجودة واللي تتعامل بهذا الأسلوب مع الموظفين. ننتقل إلى إعلان ونرجع إن شاء الله. إذاعة الشباب من سلطنة عمان. ألو؟ 17 مليون. إيه؟ 17 مليون، أقول لك 17 مليون ريال عماني. فهمنا 17 مليون بس مال إيش؟ بنك ظفار وزعوا 17 مليون ريال عماني مع برنامجهم لسحوبات حساب التوفير، وهالسنة زايدين الجوائز لأكثر من 300 فايز، 2000 ريال كل يوم و20 ألف ريال كل أسبوع، يعني فرص الفوز كثيرة. أقول لك أروح أفتح حساب في بنك ظفار. أكثر من 17 مليون ريال عماني فاز بها زبائننا مع برنامج سحوبات حساب التوفير من بنك ظفار، والآن يمكنك أن تربح 2000 ريال يومياً و20000 ريال أسبوعياً. بنك ظفار، بنكك المفضل. تطبق الشروط والأحكام. شيء لا يصدق، موديلات 2015. أنا بالفعل متفاجئ. هدية نقدية مضمونة، أنيقة ومثيرة، بالفعل حقيقة واقعة. إنها جيلي إميجرانت. اكتشف معنى الإثارة مع جيلي، مع هدية نقدية مضمونة على موديلات 2015 بناقل حركة أوتوماتيكي وبأسعار لا مثيل لها. إنها بالفعل ما كنت أنتظره. انتهز الفرصة مع جيلي اليوم. تفضل بزيارة أقرب فرع لمركز تاول للسيارات لديك، أو تواصل معنا عبر الفيسبوك أو تويتر @جيلي عمان. ما شاء الله أبو محمد، شو هالمزرعة الحلوة، أشوف فيها البطاطا والطماط والجح وخير الله. ما خبرتك يا أخوي إنه هذا كله بفضل الله وقرض موسمي من بنك التنمية العماني. وإيش هذا قرض موسمي؟ قرض موسمي قرض مدته بسيطة، ما تتجاوز 12 شهر للمزارعين، والحد 50,000 ريال عشان يزرعوا المحاصيل الموسمية. جزاك الله خير يا أبو محمد، بس عاد زين تخبرني كيف أقدر أحصل على قرض موسمي. زين أقول لك، اتصل على 24736994 أو قم بزيارة أقرب فرع. بنك التنمية العماني، ننمو معا. إذاعة الشباب من سلطنة عمان. عودة إليكم وأهلا بكم وبمشاركاتكم مستمعينا، وحياكم الله في برنامج شخصيتك. في تويتر المنتصر المقبري يقول أنا دائما نشط. أيضا مشاركة من أيمن الغداني، تغريدته تقول إذا تبي تكون صادق اكره الكذب. يعني باختصار وحسب مفهومه كيف أن الواحد يكون يعني قائد صادق. أيضا المنتصر يقول الصراحة كلامكم من ذهب، أشكركم مرة ثانية، شكرا لك. أيضا في رسائل النصية أو عبر الرسائل النصية، سيف الدين الخروصي يقول موضوع جميل ومفيد، نشكركم. شكرا لك، شكرا على الاستماع وأيضا التواصل معنا. وعزيز المستمع، كيف تكون قائدا صادقا؟ كنا نتحدث عن الأمثلة وضربنا مثال على ستاربكس صاحب هذه طبعا المجموعة الكبيرة اليوم طبعا، وتحدثنا عن أهم ربما المبادئ التي آمن بها وربما ترجمها حتى يكون يعني قائد صادق. صحيح. نعم. عندك واحد اسمه تيري فوكس. تيري فوكس كان مصاب بالسرطان في العظام، فطبعا هو قدام تحدي. فإيش عمل تيري فوكس يعني؟ وهذا دائما ما نلمسه، أنه اللي سبحان الله يعني يكون يواجه تحدي في حياته أو
يعني شيء صحي ممكن يأثر على حياته يحوله للنقطة إيجابية إنه كيف يقدر يساعد الآخرين ويفيد الآخرين. فتري فوكس إيش عمل؟ عمل ماراثون من خلال يعني بيمشي من أمريكا لكندا، والريع الماراثون هذا يروح للجمعيات الخاصة بسرطان العظام. نعم. فطبعا يعني هو مشى في الماراثون وقطع شوط كبير وتوفى يعني قبل ما انه يوصل، لكن انه هو تري قدر يأثر في الملايين لانه هو قاد هذا الحملة. نعم. ما خلى يعني السرطان عائق انه هو ينزوي على نفسه وانه ما يقدم شيء، يعني حد اخر لحظة في حياته قدر يساعد الاخرين وانه يكون صادق مع نفسه ويمثل قيمه في الحياة. نعم جميل. ولاحظي أنه يعني مشاريعهم هذه كلها كانت منطلقة من مشكلات، ومشكلات عانوا منها جدا. صحيح بالفعل. يعني هذه بعض من الأمثلة اللي احنا نذكرها في هذا المجال. طبعا عندك أنت دائما يتكلموا أنه يعني القائد الصادق دائما ما تلاحظي أنه هو ما يطلق عليه عنده البوصلة الداخلية، يعني البوصلة الداخلية. بوصلته الداخلية بمعنى مشاعره. البوصلة الداخلية هم يسمون، خلينا نقول القط أو الإلهام الداخلي. نعم. أيوة هذه هي البوصلة. يعني كل إنسان عنده بوصلة، إيش ما تيجيك من يمين أو شمال بتحسي إن بوصلتك دائما هي الشيء الصحيح اللي لازم يفولوت. بالفعل. وفي ناس كثيرين يعني طبعا يشككوا بهذا الموضوع، يقول احنا عقلانيين. هي ما ليها علاقة بالعقلانية، هي يمكن النساء يفهموها اكثر. يعني عادة المرأة لما تلاقيها وهي جالسة فجأة كذا تنجز انه ابنها بالفعل، وتروح وتلاقي بالفعل ابنها يكون يواجه خطر، او انه يكون مثلا هي مثلا في مكان معين وعندها. يعني المرأة ترى الله سبحانه وتعالى بنى هذا الشيء داخل، فهو موجود فينا نحن. يمكن الرجال لانه هو عقلاني، بس الرجال عادة لو في لحظة مثلا صمت مع نفسه او لحظة تجلي مع نفسه سمع الصوت الداخلي أو البوصلة الداخلية دائما هي ما تكون حقيقية. بالفعل. يمكن أكثر من يؤمن بهذا الشيء هي المرأة، وخاصة يعني كل ما تزداد فيها مشاعر الأمومة بالفعل هذا الشيء يتنشط فيها أكثر قراراتها. بعض القرارات ربما أنا ما محتاجة حتى أتخذ هذا القرار أرجع إلى الآخرين، أنا أشعر بمشاعر ربما تكون أصدق حتى من قرارات الآخرين، أن هذا القرار أنا يعني أريد أسمع فيه صوت قلبي فقط. بالفعل. بالفعل. أو أنه في يعني في نساء كثير يعني يتكلموا انه عندهم هم يعني يقول اتخذنا قرارات الكل كان مستغرب ليش نحن نتخذ هذه القرارات. نعم. وبعدين تقول اكتشفت انه ليش هالقرار، طلع صحيح القرار على الرغم من معارضه اللي حواليه، بس قال انه نابع من البوصله الداخليه. بالفعل. ناخذ اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف الحال؟ الله يسلمك. من معنا؟ معك كمال دارمي. مين؟ عفوا، بس أنا ما لحقت على الموضوع يعني من البداية، بس ما فهمت الموضوع يعني. طيب. شنو موضوعكم؟ إحنا موضوعنا كيف تكون قائد صادق؟ يعني قائد صادق، هل أنت قاعد تسولف الضيف اللي عندك قاعد تسولف عن ناس يعني ما قالت ما اضطرت يعني أي شخص عربي يعني كل اللي قاعد تطريهم كلهم أجانب. إحنا ذكرنا جلالة الصلطة. صاحب الجلالة تكلمنا عنه. وذكرت نعم حتى ذكرت يعني أو ذكرنا حديث استفتي قلبك من خلال الحديث عن هذا الموضوع. لا أوكي، بس نحن عندنا قائد، عندنا قائد واحد لأمان يعني عندنا اللي هو الله يطول عمره إن شاء الله ويرد لنا بالسلامة. آمين. صاحب جلالة. نعم. هذه هو القائد الصادق، أما الباقيين ما أدري هل موجودين أم مو موجودين، فما أشوفهم يعني لأمان يعني. نعم. أنا أشكرك جدا على هذه المشاركة، شكرا لك. بس يا ريت تطرقون على ناس يعني يكون عرب على الأقل ناخذ من عندهم صفات، يعني قاعد أتكلم عن الأجانب ونعرفهم الأجانب يعني لما يكون المكان يهتمون فيه. إن شاء الله ولا يهمك. أحسن لك. مريم تقول لي أحمد الشقيري. أحمد الشا طبعا مثال يعني عندك طارق السويدان. نعم. هو أنا لست متحيزة، نحن شوفي عايدة لما نيجي نتكلم عن أمثلة عادة نحن لما نتخذ صفة الإنسانية، أنت لما تكوني عندك الحس الإنساني ما تشوفي عرب
ولا غرب لا طبعا ولا شرق. أنا استغرب من هذا التصنيف. أيوة. وإنه أجانب ونحن عرب يعني ليش متحسسين؟ أنا ما أعرف. فأنت بإنسانيتك بتشوفي الكل يعني سواء من بوذي إلى مسلم إلى يهودي إلى مسيحي، نحن كلنا عيال الله ونحن كلنا نتشارك في إنسانيتنا وتجاربنا ترى واحدة ومشاعرنا واحدة وخلفياتنا واحدة وظروفنا واحدة في الألم الإنساني والفرح الإنساني، نحن كلنا نتشارك. بدليل اقري الكتب لواحد حتى ملحد شوفي لما يتكلم عن تجربته الإنسانية، تجربة الإنسانية هي واحدة يعني. بس بما أنه هو يتكلم طبعا نحن عندنا مثل عندك الدكتور الفاضل طارق السويدان، هو بنفسه مؤسس القيادة عندنا نحن في الخليج العربي، وعندك أحمد الشقيري، وعندك أنت، وعندك الشيخ محمد بن راشد، عندك قيادات موجودة يعني على مستوى الوطن العربي. بس نحن بمجال ليش أنا تكلمت عنهم؟ لأنه من أسس القيادة الصادقة هم يعني الغرب في أبحاثهم وكتاباتهم وقدموها كمناهج بالفعل. أيوة كما لما الناس بيدرسوها بيدرسوها كقيادة صادقة بناء على الباحث من المرجعية وحقوق الطبع يعني دائما ترجع لي الشخص، فهو اللي تكلم عنها. نعم ناخذ اتصال آخر. السلام عليكم. وعليكم السلام. توفيق. مساء النور أبو قيصر، كيف الحال؟ الحمد لله طيبين. الله يسلمك. كيف حال قيصر وأخوانه؟ الحمد لله العافية. الحمد لله زميلتك بخير. الحمد لله كلهم بخير. أنت إيش أخبارك؟ طيب الحمد لله. الله يسلمك. مداومين الحمد لله. إيه اليوم مداومين الحمد لله عشان نتواصل معاكم. الحمد لله. كيف الجو عندكم؟ هوا وايد كثير. هوا؟ اي نعم. ورجعت البرودة. اي برد وايد. اي والله. يزكي القرتين. الحمد لله جعلها شهر. الصدق وهذا والحمد لله قائدنا الصادق والأمين. الله يشفي ويعافي إن شاء الله. نعم أنتوا زمان كنتوا يعني قادة في أعمالكم، كنتوا منتجين، كنتوا فعالين جدا. نعم. والسبب أنكم كنتوا صادقين وتحبوا العمل اللي كنتوا تقوموا به. كلام صحيح هذا صحيح. نعم. في كل وقت صادق وأمين إن شاء الله. آمين يا رب. أشكرك أشكرك أبو قيصر، شكرا لك، مع السلامة. هذا الولد أبو قيصر حبي شاركنا في الموضوع، يمكن هم كانوا أصدق ناس صراحة. أيوة. في أعمالهم كانوا يقدموا الشيء اللي يؤمنوا به بجد يعني. أيوة. لذلك اليوم لما تيجي تناقشيهم في بعض الأمور ربما إحنا ما نفهمها صحيح، ولكن هم من باب المصداقية هذه ربما ينفعلوا ويدافعوا عن ما يؤمنوا به بحماس جدا. بالفعل. نعم. ونحن شفناهم في مجال عملنا يعني دائما أي جيل يبني على الجيل اللي قبله، وأنا دائما أسميهم هذول الجيل التأسيسي. نعم. يعني أنا بنفسي لما التحقت بالعمل كان عندي مجموعة من الأشخاص الله يمسيهم بالخير، أنا أعتبرهم هذول اللي شكلوني على ما أنا عليه. جميل. من إنهم هم كانوا صادقين مع أنفسهم، صدقهم في تقديم المعلومة، صدقهم في القرارات اللي اتخذوها اللي غيرت حتى مجرى التعليم عندنا بالسلطنة. يعني نمسيهم كلهم بالخير. عندك دكتور يحيى المنذر، عندك الدكتورة راوية البوسعيدي، دكتور عبد الله الصارمي، عندك الأستاذة سعيدة. يعني ما أريد يعني أنتقص من حد، بس الكل بصراحة يعني أستاذة مسرة عبد اللطيف، هذول ناس نحن اشتغلنا معاهم بالفعل عندهم القيادة الصادقة وعندهم وجهة نظر وين نحن نريد نوصل السلطنة في مجال التعليم، وعندهم جهود ملموسة في مجال التعليم. يعني سلطنة عمان هي أول دولة خليجية أنشأت مجلس الاعتماد، والحين اللي هي الهيئة العمانية لضمان الجودة. نعم. ففي مبادرات رائعة يعني على هذا الصعيد، فنحييهم بصراحة ونتمنى لهم كل التوفيق في جهودهم. هي مجرد فكرة ربما الشخص آمن بها وعمل على تحقيقها وتحولت اليوم إلى مؤسسات كبيرة وفعالة جدا. أيضا عبر تويتر عمران يقول القيادة الصادقة تتكون من 9 عناصر حاسمة، إذا ممكن تكمل لنا في التغريدة يعني أو في تغريدة أخرى يا عمران. شكرا لك. أيضا تغريدة تقول ما كتبت اسمك بس مكتوب بن حمد، يقول مساكم ورد جوري ونرجس ومساكم ابتسامة. ما أعرف أنا ما فاهمة رسالتك عدل يا بن حمد.
يعني ربما هو يقول كيف ممكن نتخلص من كلمة أنا عملت أنا سويت ولولا أنا ما كان كذا وكذا كذا. هل هذه تعد من صفات القائد الصادق؟ لا لا طبعا. بس القائد الصادق ميمن أصلاً صفة القائد لا تطلق على من يقول أنا وأنا بالفعل، لأنه الأنا عمرها ما بتمشي ولا تعمر. القائد الحقيقي دائما يقول هم، القائد الحقيقي هو من يصنع قادة. نعم. وبعدين حتى كلمة أنا صنعت وأنا عملت ما ممكن إنسان يشتغل بروحه، هذه حقيقة يعني ما حد يقدر ينكرها. نعم. ما في حد يقدر يبني بروحه أو يعمر بروحه أو إنه يشتغل بروحه، لازم ضمن الفريق. بالفعل. أيضا نعم كلام جميل. المنتصر يقول إذا لم تستطع قيادة نفسك فلا تحاول قيادة الآخرين، وإحنا في حلقات سابقة تكلمنا عن قيادة الذات. شكرا لك. أنتقل إلى رسائل النصية وشهد في مشاركات عبر رسائل النصية. رسالة تقول مساء الخير، تصحيح كلام الضيفة، تصحيح خلق الله وليس عيال الله، ما قالت عيال الله، ربما أنت سمعتها غلط. رسالة من أبو سامي سهيل الرشيدي. عموما شكرا على المتابعة والتواصل. طبعا ما قلتيها قلتها عيال الله يمكن. طيب فسري لنا، أنا ما انتبهت عليها. أي عيال الله يعني، يعني أنا هاي سمعتها كثير من مشايخ الدين، في أذكر منهم الشيخ محمد النابلسي واحدة من محاضراته كان يتكلم عن هذا الموضوع. يقول وكان يتكلم بالذات أنه على عدم التفرقة والعنصرية اللي جالسة بتصير. يقول أن الكل هم عيال الله. سبحان الله. أنا حتى ما جبتها يعني، أنا سمعت واحد من المشايخ تكلم عن أنه الخلق هم عيال الله. نعم. عيال الله يعني بمعنى هو رحمهم. نعم. بمعنى يعني وما قال أبناء الله هم العيال، ودائما يمكن القصد منه رحمة الله لعياله يعني أو لخلقه هو كلهم. نعم شكرا على التوضيح، وأيضا شكرا أبو سامي على التواصل معنا. مريم في اتصال، فاصل. طيب فاصل وراجعين. شكرا. إذاعة الشباب من سلطنة عمان. شيء لا يصدق، موديلات 2015. أنا بالفعل متفاجئ، هدية نقدية مضمونة، أنيقة ومثيرة، بالفعل حقيقة واقعة. إنها جيلي إميغرام. اكتشف معنى الإثارة مع جيلي، مع هدية نقدية مضمونة على موديلات 2015 بناقل حركة أوتوماتيكي وبأسعار لا مثيل لها. إنها بالفعل ما كنت أنتظره. انتهز الفرصة مع جيلي اليوم. تفضل بزيارة أقرب فرع لمركز تاول للسيارات لديك، أو تواصل معنا عبر الفيسبوك أو تويتر @جيلي عمان. جربتي من قبل؟ عندهم أطيب سمك، الأكل عندهم شيء خيالي. صدق؟ زين وغالي؟ ما أعرف، ما جربته ولا مرة، بس سمعت عنه كثير. تو أحلى وقت لتتقدم بطلبك للحصول على بطاقة HSBC الائتمانية حتى 31 مارس، وتحصل على خصومات حصرية وفرصة الفوز ب 300 ريال عماني. للمزيد من المعلومات اتصل على 800-74722 أو قم بزيارة www.hsbc.co.om/cardscampaign. بنك HSBC عمان. تطبق الشروط والأحكام. إذاعة الشباب من سلطنة عمان. حياكم الله مستمعينا، وشكرين كل من يتابعنا ويتفاعل معنا عبر الرسائل النصية أو تويتر أو المكالمات الهاتفية. ونذكركم بأرقامنا 90456 هذا رقم الرسائل النصية، المكالمات 24698-1551، أما تويتر @شباب راديو عمان. وأهلا بكم.
رسالة تقول: يا الله محظوظ أنا بهذه الصدفة لأستمع لكم. القيادة ليست أنا وليست هم كما ذكرت الضيفة، القيادة هي نحن. كم رقم الاتصال؟ 24698151 24698151. شكرا لمتابعتك، وحلو إنه بالفعل يعني يضيف ما لدي حول موضوع الأشخاص اللي ربما كثيرا ما يرددوا، هم أصلا يعني في مناصب قيادية ربما، ولكن بالفعل كأنهم يمنوا على الأشخاص أو الموظفين أو عموما من يعملوا معهم. نتكلم عن في اتصال. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك عايدة؟ الحمد لله بخير، الله يسلمك. معاش أبو فيصل قبل أبي سان دابي. يا أهلا وسهلا يا أبو فيصل، كيف حالك؟ الحمد لله، مساء الخير استاذ هيام. اهلا وسهلا اخوي، حياكم الله وسهلا. انا واصل برنامج ما شاء الله عليكم. الله يسلمك، بارك الله فيك. تفضل يا ابو فيصل. طبعا حبيت اداخل في هذا الموضوع. تفضل. طبعا القيادة الصادقة اولا يكون ان تكون صادقا لوجه الله وتكون مخلصا في عملك، وان تكون على ثقة، وتكون أخلاصك في العمل وتفانيك وحبك للعمل من غير غش، وعلاقتك تكون صادقة مع موظفيك. جميل. بهذه المواصفات تكون قيادتك صادقة. جميل جدا يا أبو فيصل، مشكورين، جزاكم الله خير. شكرا على هذه الإضافة الجميلة. يقول: إخلاص النية أولا لله، الثقة، ربما الثقة هذه تكون نتاج معرفة، إذا كنت معرفة بكل ما تعمل به إذا بالتأكيد راح يلتمس الأشخاص الموجودين معك في نفس الفريق هذه الثقة، وبالتالي الثقة هذه تنتقل إليهم وراح يكون الإنتاج أفضل. الانتماء أهم شيء، الانتماء إلى المكان، يعني حقيقة ما ينجح المكان اللي تعمل فيه أو المؤسسة إلا إذا كانوا الأشخاص فعلا منتمين بإخلاص لهذا المكان. العلاقة الصادقة مع الآخرين أو مع الفريق اللي تعمل معه. اتصال مريم، راح الاتصال. طيب نتكلم عن مكونات القيادة الصادقة أو الأصيلة. قبل ما ننتقل للمكونات في اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام، شخبارك؟ الحمد لله تمام، الله يسلمك. الله يعافيك. أنا نسيت الاسم، أنت شاركتينا الأسبوع الماضي. لا والله أول مرة. أول مرة؟ طيب حياك الله. من معنا؟ معك أم ميسم. أم ميسم. أم ميسم، أهلا وسهلا. تفضلي أم ميسم. صراحة الموضوع وايد شيق وايد حلو، أشكركم على هالموضوع كثير. القيادة الصادقة يكون القلب صادق، إذا كان قلب صادق أكيد القيادة تكون صادقة 100%. صحيح. جميل. تستمي عزيزتي مع السلامة. إذن يعني بالفعل خلاصة جميلة قدمتها أم ميسم، كيف الواحد يكون صادق أو قائد صادق عن طريق القلب الصادق. ننتقل إذن إلى مكونات القيادة الصادقة. إيه، إحنا قلنا قبل ما ننتقل للمكونات في جزئية بس أحب أذكرها، إنه نتيجة للأبحاث اللي قاموا فيها في مجال القيادة الصادقة، عندك أنت غالوب ليدرشيب انستيتيوت، هو معهد عالمي اسمه معهد غالوب للقيادة، قدر أنه هو يعمل يعني 2 journals للموضوع هذا، ومنها من هذا الموضوع وهذا البحث انبثق منه تخصصين. التخصص الأول اللي هي كيفية تطوير الحس القيادي الصادق، كيفية تطوير الحس القيادي الصادق، بالتالي هم يعلموا الناس كيف إنهم يكونوا صادقين. لما يعني ممكن تيجي تسأليني طيب كيف إحنا نعلم الناس إنهم يكونوا صادقين؟ اشتمل البحث هذا على إنه أولاً أصدق مع نفسك قبل ما تصدق مع غيرك. جميل. ويعلموهم إنه كيف تكون، طبعاً في خطوات ومنهجيات عمل إنه كيف تكون صادق مع نفسك. الشق الثاني انبثق منه اللي هو البحث خاص في القيادة الإيجابية أو البوزيتيف ليدرشيب في المؤسسات. وهذا الحين طبعا علم ناشئ ويتجه بقوة، ما يطلق عليه أنه لازم في كل مؤسسة عمل يكون فيها قيادة إيجابية. قيادة إيجابية بالفعل، أنه أنت ما تلزم الناس على العمل
وتخليهم يعني ما تخليهم يعني بكثر ما تجيب المشاعر الإيجابية والمشاعر الصادقة وعندهم ولاء وعندهم التزام، ليس من خلال اللي يسموهم الحوافز المادية بكثر ما هي الحوافز المعنوية. الحوافز المعنوية اللي هي ما تقدمهم ليهم من مشاعر ومن أفكار ومن قيم، بحيث أن الموظف يكون قيمة موجودة في هذه المؤسسة. جميل. فهي توجهين رائعين بصراحة انبثقوا من مجال القيادة. جميل جدا. الصادق. ننتقل إلى المكونات. طيب في تغريدات عمران يكمل تغريدته السابقة اللي ذكر فيها القيادة الصادقة تتكون من 9 عناصر حاسمة، يقول طيب انت والله يعني اجبت عن موضوع ثاني، يعني المعلومات بالفعل جميلة. انت تتكلم عن قيادة المركبات وذكر عناصر مهمة جدا فعلا في القيادة. احنا نتكلم هنا عن المجال القيادة الشخصي. نعم في المجال الشخصي قيادة الذات قيادة المؤسسات، يعني هذا مجال آخر. ولكن أنا أشكرك جدا على التواصل معنا عبر تويتر والمعلومات القيمة اللي ذكرتها يا عمران. طيب تفضل يا أستاذة. طيب فالمكونات، أول شيء الوعي الذاتي. لازم يكون عند القائد وعي بذاتهم. المكون الثاني اللي هو الواعز الأخلاقي. المكون الثالث اللي يكون لازم عنده توازن. والمكون الرابع أنه لازم تكون عنده شفافية. خلينا نتكلم عن كل مكون كذا بالتفصيل شوي. أولاً قلتي الوعي الذاتي، ربما إحنا نتكلم أو نقدم مثل هذه المصطلحات ولكن لا نفسرها للمستمع. خلينا نتكلم عن الوعي الذاتي. الوعي الذاتي إنه يعني نعتبره هذا الركن الأساسي في بناء أي شخصية. إن الإنسان يكون واعي على ذاته، واعي على نفسه. جميل. عارف شنو ميوله، عارف من هو، شنو اللي يريد يصبح عليه في المستقبل. نعم. ما هي مميزات اللي عنده هو، ما هي نقاط الضعف، هذا يسمى كله وعي بالذات. جميل جدا. أما الوازع الأخلاقي؟ الوازع الأخلاقي طبعا يعني ضروري أن الواحد تكون عنده أخلاقيات عمل. عندك بعض الجهات عندهم يعني أخلاقيات المهنة، عندك في الطب أخلاقيات المهنة، في التعليم أخلاقيات المهنة، فحتى في بعض المهن ليها أخلاقيات معينة بالفعل. يعني تلاقيها كقيم أنا لازم أعمل عليها. ربما إذا حصل أي تشويش ربما يشوش نوعا ما على هذا أو هذه الأخلاقيات في عملي، أنا أعتبر أخلاقياتي مثل التدرع اللي أنا أحافظ فيه يعني بهذا التدرع على مهنتي. بالفعل. نعم. عندك أنت اللي هي العامل الثالث التوازن. التوازن. التوازن هي شغلة وايد ضرورية في عالم يمكن لما تغلب عليه المادة أكثر. يعني أنت شايفة اللي حوالينا وحتى الإيمجز الصور أو اللي هي إيحاءات اللي توصلنا، إن المادة ليها تأثير أقوى علينا نحن. لما تعمل حالة توازن ما بين العالم المادي والعالم الروحي، هنا توصل إلى توازن مع نفسك. جميل. لكن لو غلب الجانب المادي أكثر ممكن تخسري نفسك، يعني بالفعل. your true self مثل ما يقول، أو نفسك الصادقة. جميل. الشفافية. الشفافية طبعا هاي منهج يعني مطلوب وكثير مهم حتى في مجال العمل، في علاقاتك الشخصية. لو في شفافية في تعاملك معهم، مع زوجك، مع عيالك، مع أخوانك، مع أصحابك، شفافية الرئيس مع موظفينه، ما في شيء يمنع أن نكون احنا شفافين، نكون صادقين، نطرحها بهدف التقدم إلى الأمام وخطوة للأمام. يعني كيف أنه نحن نحسن العمل، كيف نبني أشياء للأفضل، كيف أنه نحن نحل هذه المشكلة، كيف أنه نتعامل مع نقاط الضعف، هاي كلها شفافية فمطلوبة في هذا الجانب. يعني جميل جدا. كل عنصر نتكلم عن كل ربما نظرية أبحاث كلها تصب في مسألة التأثير، كيف فعلا الشخص يكون مؤثر. بالفعل بالفعل. يعني وبعدين حتى الأبحاث اللي هم يقوموا بها عبارة عن دراستهم بواقع معين. جابوا مجموعة من الأشخاص 100-200، عملوا لهم ميجرمنت، أدوات القياس، سواء أدوات قياس اللي هي عبارة عن مقابلات، أدوات قياس اللي هو
كوانتيتيف بناء يخرجوا منها بمحصلة. يعني واحدة من الأخوات كانت تشتغل على البحث إنه كيف إنه القيادة تتحقق في مؤسسة معينة بدون ذكر أسامي طبعاً. هي درست هالمؤسسة وجلست فيها فترة عشان بس تشوف كيف إنها قادرة تخلي الموظفين اللي عندها, يعني لاحظت إنه في نسبة ولاء كبيرة في هذه المؤسسة لموظفي هذه المؤسسة. فراحت درست إنه هل هو بسبة رواتبهم, اكتشفت لا, ما الرواتب, لأنه بدليل في مؤسسات خارجية رواتبها أعلى من هذه المؤسسة. طيب هل على أساس أنه عندهم حوافز أكثر, مثل التأمين الصحي, المدارس, تعرفي في حوافز تقوم بها كل مؤسسة, اكتشفت لا, أنه في حوافز أخرى تقدم. لما ونشيدت ديب يعني أخذت تحفر أيوة بالفعل, اكتشفت أنه نوعية القيادة الممارسة في هذه المؤسسة اللي هي القيادة الصادقة وقيادة التغيير هي اللي قد خلت الناس تلتزم هناك. لأنه في نتاج بحثها اكتشفت أنه كل موظف يقول أنا بهذه المؤسسة كل يوم أتعلم شيء جديد. أنا كل يوم أطور من نفسي, أنا كل يوم أتحدى ذاتي, أنا كل يوم أحقق حلمي في هذه المؤسسة. فأنت شايفة هذه المشاعر كلها تخلق جو إيجابي. وطبيعي ما في إنسان يريد يطلع من جو إيجابي. بالفعل لاحظي أنه يعني هذا الانتماء والولاء نتيجة الشفافية. في بعض المؤسسات ما تكون يعني عندها شفافية, والسبب ربما يعني حفاظا على مشاعر الموظفين, ربما يعملوا على نقل شخص وهو يستحق النقل هنا ولكن ما في شفافية, ما أوضح له إيش سبب النقل. طيب هنا يحصل تشويش هنا في العمل, يحصل أنه بعض المشكلات تنتج سخط من هذا الموظف نتيجة أنه والله في قرارات إحنا ما نعرف أسبابها. عشان كذا لما تكون في شفافية, لأنه إلا ما في سبب مهما كانت الأسباب, هل يفترض أن يعني طبعاً تكون المؤسسة أيوة واضحة وتوضحها للموظفين أكيد. حتى لو كانت قاسية أصلاً, أي لأنه الشفافية منبطها العدل. أنت لما تكوني عادلة بتكوني شفافة, لأنه ما فرصة عندك شيء للتعلم أيوة. يعني والله ليش لو عرفت ليش أقصوني مثلاً, ليش نقلوني أيوة. راح أتعلم, راح أجتهد, راح أعرف أخطائي. طبيعي. فإذا أنا موظفة أنا عندي بعض الملاحظات علي وما حد يخبرني أنه أنا عندي ملاحظات, متى بتطور؟ متى بتطور؟ متى حتعلم؟ لو نقلوا زميلتي مثلا حطوها مديرة علي أنا وأنا بعدني جالسة رئيسة قسم, نعم. طبعا بقول أنا لي الأقدمية, لو أنا لي الأقدمية فش معنى فلانة حطيتوها مديرة, بس لو أنا من الأساس بلغوني. وهذا اللي يصير في المؤسسات المتقدمة, نعم. عندهم هذا النظام, إذا في يعني ما يقصى, لا, إذا أنت موظف عندك نقاط ضعف تشتغل المؤسسة على تطوير نقاط الضعف, نعم. إذا أنت ما بغيت تطورها أو أنت ما رضيت أنك أنت يعني طور من نفسك عشان تكون مؤهل المنصب الفلاني, فما تلومنا, نحن كنا شفافين وعادلين معك من البداية, نعم. فهمتني كيف يصير؟ لكن لو ما خبرتك وما قلت لك أنه عندك هالمشكلة وجيت ونقلت, مع أنه عندي أسبابي في النقل, طبعاً أكيد تتضرر. نعم, إذا نعطي أسبابك حتى لا يعني تنتقل إلى المشكلة إلى مشكلة, يعني تنتقل المشكلة إلى مشكلات وتتفاقم بالفعل. بالفعل. طيب يقول بن حمد مرة ثانية, أنا ما عارفة اسمك بس لو تكتب اسمك, يقول في تويتر برنامج يستحق المتابعة, شكرا لك ولضيفتك الكريمة, بس كيف نتعامل مع القائد الغير مرغوب فيه وشكرا. أكيد ويقصد المسؤول يعني في العمل, كيف ممكن إحنا كفريق عمل معه نتقبل هذا الشخص, نعرف نتعامل معه يعني. هو يعني من هذا المنطلق رح يجي ونقول أنه طبيعي في عندك أنت عينات من الأشخاص اللي بالفعل ما جالسين يشوفوا الصورة الصحيحة, نعم. للموضوع. فهنا إيش يجي دور الموظفين بالموضوع؟ يعني الكلمة أمانة وما نحن كاملين يعني. فعشان كذا أنه عندك أنت نظام 360 degree, هذا نظام متعارف عليه عالميا اللي هو نظام الفيدباك. أنا بعطي لرئيسي فيدباك مثل ما رئيسي يعطيني فيدباك, لأنه في النهاية هي مصلحة عمل.
صحيح؟ طيب إذا هو ما يتقبله أصلا ما معطي مجال إنه إن أنت يعني تعطي أي ملاحظات في هاي الحالة. أنت أولا لازم يعني محاولة أولى ومحاولة ثانية، يعني ما ييأس، محاولة أولى ومحاولة ثانية ومحاولة ثالثة، وهم استمر الوضع على ما هو عليه يبدأ هو والجروب اللي عنده يبدأ يشوفوا مخارج أخرى. يعني في بيصير إنهم هما يتبنوا مثلا منهجية عمل معينة بدون ما يكون يعني ما لها علاقة برئيسه، يعني يتبنوا منهجية عمل كيف مثلا التعامل مع المراجعين. طيب يبلغ مديره نحن عندنا هذه المنهجية ونحب انه نحن يعني نساعد فيها الناس. ما اتوقع عادة انه ممكن حتى يجي رئيس يقول لا، يعني ما في رئيس يقولك لا للصح. نعم تعرفي، بس في منهم يكونوا عنيدين متمسكين برأيهم هم وانه هم اللي شايفينه صح. أنا أقول إنه يحاول مرة وثانية وثالثة، وإذا ما فاد الموضوع ممكن يكلم الرئيس. أو متخوفين دائما، يعني هم بالنسبة لهم إنه مدام ما في أي مشكلة والأمور ثابتة وما في أي نتائج جديدة إذا إحنا في أمان. طبعا هذه مشكلة، إحنا قلنا ذكرنا الأسبوع الماضي إنه مؤشر خطير إنه ما في أي تقدم. طبعا هنا هم دائما ما يعني يتخوفوا من أي مقترح من أي ملاحظة. كيف ممكن يعني بالفعل نخليه يتقبل مقترحاتنا ونحاول نغير ويعني نتقدم في مجال العمل؟ أنا دائما يعني بؤمن بمبدأ الحوار الصادق. يعني إذا ما أثر في المرة الأولى المرة الثانية إلا مصيره يوم من الأيام بيأثر يعني وحيتم التغيير، بس إنه أهم شيء إنه في ناس يكون عندهم الرغبة الصادقة في التغيير، لأنه أنا بصراحة لمسته وشفته. نعم إيه. وفي منهم طبعا أشخاص لاقوا أنفسهم في أماكن أخرى. يعني في كانوا في دوائر معينة انتقلوا لدوائر أخرى، تجددت الدماء في الدوائر الأخرى وأعطوا أكثر يعني، فالسبل متاحة. جميل. طيب أنتقل إلى رسائل نصية. رسالة تقول، رسالة هذه من طاهر العلوي، الاحترام هو أجمل هدية يقدمها الإنسان للناس. مساء الخير، مساء النور، شكرا لك يا طاهر. أيضا رسالة تقول، طيب هذا من شخص سمعنا على السريع، يقول أبارك لإذاعة شباب هذا البرنامج وهذا تقديم الراقي، سأتابعكم في وقت لاحق، عندي اجتماع الآن وليتكم تذكرون متى يعاد البرنامج. البرنامج لا يعاد، هو هذا يعني موعد برنامجنا كل سبت من الساعة 2 إلى 4، وممكن بالفعل أتابع الحلقة في اليوتيوب، ترفع غدا إن شاء الله صباحا. تابع صفحتنا إذاعة الشباب في تويتر وإن شاء الله راح تجد رابط الحلقة. طيب في أي اتصال؟ خلينا نطلع فاصل ونرجع.
شخصيتك شخصيتك شخصيتك. ما هي الشخصية القيادية؟ هل هي فطرة أم مكتسبة؟ شخصيتك. نقف في حلقاتنا من برنامج شخصيتك على نماذج قيادية بغية نمذجة. شخصيتك شخصيتك يأتيكم كل سبت من الثانية إلى الرابعة ظهرا. شخصيتك شخصيتك مع عايدة بنت خميس نبلوشي. شخصيتك. أهلا بكم مستمعينا في هذا الوقت الذي يجمعنا وإياكم في برنامج شخصيتك، وموضوع اليوم عن القيادة الصادقة، كيف تكون عزيز المستمع قائدا صادقا. تحدثنا مع الأستاذة هيام المعينية حول محاور كثيرة وجميلة حقيقة في كيفية صناعة القائد الصادق. شكرا لكل من يتفاعل معنا عبر صفحاتنا في تويتر، وأيضا الرسائل النصية وأيضا المكالمات الهاتفية. ومن حمد طلع فريد من البداية، فريد اكتب فريد، ولكن وأنا اليوم طبعا ما راح أنسى يقول أيضا شكرا لك وتحية طيبة لضيفتك، وشكرا على الإفادة، شكرا لك على المتابعة أيضا والتفاعل معنا. انتقل إلى الرسائل النصية، ويمكن تكون وصلت لنا رسالة. هذا بالنسبة للرسائل النصية للآن، لا جديد. عموما يمكن التواصل عبر الرسائل النصية على 90456، أما المكالمات الهاتفية على 24689151، أما في تويتر شاركونا على آت شباب راديو عمان أو مباشرة إذاعة الشباب في تويتر. تحدثنا عن البحث الذي أجري في القيادة الصادقة أستاذة هيام، و النتائج اللي خرجوا منها، من ضمنها القيادة الإيجابية. نتحدث عن خصائص القيادة الإيجابية، ولكن بعد الاتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساكم. مساكم النور والسرور. من معنا؟ معكم عمر الحضري من سلطنة عمان من صلالة. يا أهلا وسهلا. الله حييكم، نتشرف بالموضوع المهم والموضوع الذي يتحدث عن القيادة بشكل عام، يعني القيادة الإدارية والقيادة في 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 كافة المجالات. نعم أحسنت. تفضل، عندك أي سؤال، مداخلة، أي إثراء لموضوعنا؟ والله عندي سؤال، هو القيادة عادة تتكون من 4 أشياء أساسية، وهذا هي التي درسناها في كليات التقنية في مجال إدارة الموارد البشرية. نعم. بحيث أنه تتكون أولا من بلينينج، وهي التخطيط. نعم. ثم تتكون من وضع الأفكار ثانيا، وثالثا تحديد الوقت، والرابعا تنفيذ هذه الأهداف أو الأفكار التي وضعت. جميل جدا. إذن أول شيء ذكرت التخطيط، بعد كذا وضع الأفكار، ربما حتى يعني هنا المقصود الأهداف، الأحلام، الأمنيات، كذا كيف تكتب، بعد كذا تأطيرها بزمن محدد، من ثم الخطوة الأخيرة تنفيذ هذه الخطة. ممتاز. وهذا أيضا له دور كبير أيضا في كافة المجالات، يعني لو يلاحظ الشخص القيادة الإدارية أو القيادة بشكل عام، نعم، هي عادة تتكون من شخصية الإنسان ذاته ومن وضعه لهذه النقاط، وأيضا الأهداف التي مثلا يريد أن يوصل لها كمجال، مثلا في مجال التعليم أو في مجال الإدارة في الجهات الحكومية أو القطاع الخاص أو في كافة المجالات الأخرى. جميل جدا عمر، أشكرك جدا على هذه الإضافة الجميلة. وجزاكم الله خير، ومشكورين على هذا البرنامج الممتاز والرائع. تسلم. شكرا. تسلم. شكرا. بارك الله فيك يا عمر. والله
الكل يقدم معلوماته بطريقته أو حسب صحيح. المنهج اللي أخذه أو الدورة اللي دخل فيها أو حسب تخصصه، ولكن يعني نجد أنه هناك بالفعل في تشابه صحيح. المهم أن نخرج بمثل هذه العلوم وتساعدنا على تحقيق ما نريد. ترى تختلف المسميات والمعنى واحد. أحسنتي. نعم ذكرت ما أعرف ليش القبعات الست. عندك فكرة عنها أستاذة صح؟ هذا أيضا يعني تقنية أوكي. لتحديد ما نريد وكيف، ولكن سهلة جدا وممتعة جدا حتى أوكي. لو كانت أو كان المخطط الذهاب إلى رحلة. أوكي. نجيب القبعات الست، لكل قبعة لون، كل لون يدل على شيء معين. بعد كذا نخرج بالمحصلة النهائية وهو التنفيذ وخلاص يعني، ولكن تقنيات جميلة جدا صحيح. حتى دائما أو تخلينا نعرف قيمة الخطة صحيح. التخطيط وأهمية. نعم أيضا المنتصر المقبلي يقول القيادة ليست كلمات إنما سلوك وأفعال. شكرا لك المنتصر. مريم تريد نتكلم بالتفصيل عن القبعات الست ولا يهمك يا مريم، بعد البرنامج نجلس مع بعض ونستذكر نعم كنا نتكلم عن خصائص القيادة الإيجابية أستاذة. خصائص طبعا لما تكلموا عن البوزيتيف سايكولوجي اللي هي علم النفس الإيجابي كعلم انبثق من القيادة الصادقة، تكلموا عن أربع محاور. أولها اللي هي الثقة. نعم. القائد الصادق لازم تكون عنده ثقة عالية في نفسه. بمعنى نحن لما نجي نتكلم عن الثقة طبعا أنه كثير أحيانا يصير في هيمنة الظروف المحيطة أو الأشخاص المحيطين أنهم يأثروا على قراراتنا اليومية. بس لما نتكلم من جانب أنه أنت لما تكون واثق من نفسك، لما عارف قيمك الأساسية، لما تستمع إلى بوصلتك الداخلية، بالتالي أنت حتنطلق إلى القرار السليم اللي تريد تتخذه. ولازم تكون واثق من نفسك. بعض الأشخاص عندهم ثقة، الثقة هذه ما نتاج معرفة. بالعكس يمكن يجهلوا أشياء كثير ولكن أيوة. تجدي في هيئة ثقة أيوة. يعني غريبة يعني. أنا أحس هذا قناع وليس ثقة. تعرفي أنه أحيانا بيصير أنه اللي ينقص الشيء يبين على نفسه أنه هو واثق من نفسه، في حين أنه يكون ينقص هذا يعني الشيء. في أقل موقف حتى تجدي أنه يكون مهزوز في يعني أيوة. مرتبك. فنحن نتكلم الثقة، الثقة اللي منبثقة من قناعتك الأساسية. الأنبياء كانوا واثقين من نفسهم، هالإيمان، هالثقة، هذا الصمود، هذا التحدي، هذا ما هو معرفة ما هو صادق. تعرفي هذا اللي جالسين نتكلم عنه. المحور الثاني الأمل. طبعا في البداية في واحدة من المقالات كانوا يتكلموا أنه يعني طول عمرهم الباحثين يفكروا أن الأمل هو نوع من أنواع المشاعر، لكن من خلال الدراسات والأبحاث اللي عملوها وتجاربهم على مجموعة من الأشخاص اكتشفوا أن الأمل ليس مشاعر وإنما هي طريقة تفكير. جميل. وبالتالي قابلة للقياس. فطبيعي أن الإنسان اللي يكون إيجابي عنده الإحساس بالأمل. وطبعا يعني نحن كأشخاص يعني مسلمين الأمل بالله، يعني تفائلوا بالخير تجدون وأن البلاء موكل بالمنطق. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أمرنا بهذا الشيء، فبالتالي الأمل والتفاؤل هاي مطلوبين. عندك المحور الثالث اللي هو التفاؤل. التفاؤل اللي هو توقع الأفضل، يعني مهما كان إنه اللي حواليك الصورة قاتمة، بس دائما ان القادم حيكون افضل. وطبعا القادم يكون افضل هو من خلال نحن يعني البشر ما نقوم به. نعم. المحور الرابع اللي هو الريزيلينس او الصبر، لانه لا تخلو اي رحله من مصاعب تحديات ومن يعني مشقة في أشياء معينة نواجهها، لازم نتحلى بالصبر. ولازم احنا نقول انه التغيير ممكن ما بيصير ما بين يوم وليلة، وعندك نماذج كثيرة واقعية التغيير صار خلال عقود زمنية.
في منها قرون، بس انه كل ما انت تحدثي التغيير يعني تخلقي مثل هذا الريبلز اللي في البحر لما تلقي بالحجر. نعم. هالدوامات اللي بتطلع الا ما بيأثر. نعم سبحان الله، جميلة جدا. إذن هذا بالنسبة لخصائص القيادة الإيجابية مستمعينا. نشوف الرسائل النصية. طيب للتواصل معنا مستمعينا على 24689811، هذا بالنسبة للمكالمات الهاتفية. الرسائل النصية 90456، أما التغريدات على آت شباب راديو عمان. ورسالة تقول: القيادة فن والصدق وإخلاص وتكون نابعة من القلب والعقل. الرسالة من أبو محمد، شكرا لك يا أبو محمد. السلام عليكم، مساءكم قيادة صادقة بصراحة عايدة، موضوعك من أنجح البرامج الإذاعية، الله يعطيك العافية. سؤالي: القيادة الصادقة موروثة أم مكتسبة؟ أبو أحمد المعمري. أي القيادة تكون موروثة وتكون مكتسبة. نعم. لبعض الأشخاص هم يعني في منهم يتولدوا هم قادة. نعم. عندهم الصفات القيادية في جيناتهم، ممكن ترى تتراجع يعني، وممكن طبعا يخسرها الشخص نتيجة البيئة ربما. بالفعل، فعشان كذا أنت عندك يعني إذا 20% هو مولود فيها، 80% لازم إنه هو يعني يشتغل على نفسه في الصفات المكتسبة. نعم. وفي منهم من يسعونهم يكونوا قادة. جميل. فممكن إنه يكتسب هالصفات القيادية. عشان كذا إحنا نتعلم يعني المكونات والخصائص وهذه الأمور حتى نعمل عليها ونكتسبها بالتالي. قيس أبو صافي، رسالتك ما مكتملة للأسف، إذا اكتملت إن شاء الله راح نقرأها لك ولا يهمك. طيب، أيضا المنتصر يقول: القيادة هي القدرة على تحويل الرؤية إلى واقع. كلام جميل. كل الناس اللي تكلموا عن يعني عندك أنت أينشتاين عن نظرية الريلاتيفيتي مالوته، فعبارة عن إيش؟ هو أنه يوم من الأيام كان جالس وتخيل نفسه أنه هو راكب على شعاع، يعني هي تخيل. نعم. عبارة عن حلم أو تخيل ليس له أي أساس من الصحة. نعم. بعدين قضى كل السنوات على أساس أنه هو يعني يشتغل على نظريته اللي هي نظرية النسبية. جميل. فتبدأ عندك أنت توماس أديسون اللي حاول 10,000 مرة أنه يصنع المصباح، يعني كل ما نجلس ونشوف المصباح الكهربائي نتذكر أنه يوم من الأيام كان في شخص حاول 10,000 مرة أنه يعمل المصباح وفشل لحد ما قدر يعمله. وكيف جات الفكرة؟ من مشكلة كان يعاني منها أنه أمه كانت بحاجة. صحيح. إلى إجراء عملية بالفعل. في الليل. بالفعل. ولأن ما في أضواء ما متمكنين يعني ما تمكنوا من إجراء العملية، فكان يعني مقهور داخليا. صحيح. معقول أمي يعني راح تروح مني والسبب أنه ما في إضاءة. صحيح بالفعل، ومنها طلع بالحين النعمة اللي نحن موجودة فيها، وقيسي عليها الطيارات وكل الاختراعات اللي صارت مؤخرا واللي غيرت في عالم البشرية كان عبارة عن حلم بالفعل وصار حقيقة. اليوم الناس يتكلموا عن قوة التخيل. صحيح. وإلى أي مدى يعني للخيال قوة. وأذكر دكتور أحمد جناحي أول سؤال سألنا لما حضرنا يعني دورة، كانت دورة مبتدئة في البرمجة، يقول: أيهم أقوى، الخيال أم الإرادة؟ طبعا تفاوتت يعني الآراء هنا، وفي ناس كانوا مع يعني الإرادة أقوى، كون إن إحنا حتى تبرمجنا على أنه ما في قوة مثل قوة الإرادة، ولكن طلع إنه الخيال. خلينا المثال، خلنا نعطي مثال على الشخص اللي بيعمل برنامج تخسيس مثلا. أيوة. إيش اللي يساعده على أن يكمل هذا البرنامج؟ إذا كان خياله إيجابي، خياله مع البرنامج. أوكي. يعني إذا كان الخيال إنه والله بيتخيل السلطة وبيحب الأكل اللي هو يأكله، راح تكون الإرادة هنا قوية ويكمل. أما إذا كان عنده مثلا إرادة
والخيال مع الأكل الآخر اللي يفسد هذا البرنامج مثل الشوكولات. صحيح. بيفكر في الشوكولات بيكمل؟ مستحيل. ما بيكمل. صحيح. لذلك إنه الخيال أقوى حتى من الإرادة. بالفعل. عندك الدكتور وليد فتحي كمان عنده برامج يقدمها في هذا المجال، فأذكر واحدة من الأبحاث هو تكلم عن بحث عملوه، أنه جابوا مجموعة أشخاص، مجموعتين من الأشخاص، لا ثلاث مجموعات من الأشخاص، مجموعة اللي كانوا يدربوهم على كرة السلة. نعم. يوميا. طيب المجموعة الثانية ما كانوا يدربوها على كرة السلة، المجموعة الثالثة قالوا اجلسوا وتخيلوا كيف تنجحوا في كرة السلة. بعدين طبعا طبيعة الحال لما هم حطوهم على أساس اللعب اكتشفوا أن المجموعة اللي ما تدربت فشلت فطلعت، لكن اللي استغربوا منه المجموعة اللي كانت تتخيل كيف تلعب كرة السلة أنها نجحت مع نفس المجموعة اللي كانت تتدرب يوميا. فيقول لك أن هذا بالفعل كان أكبر دليل على قوة التخيل في النجاح. يعني هاي بصراحة أذهلني أنا لما سمعت منه هذا، كيف أنه ممكن أن التخيل يعني يؤدي إلى النجاح. نعم، كلام جميل جدا، نكمله إن شاء الله بعد فترة أذان العصر. إذاعة الشباب من سلطنة عمان. الحمد لله منن باعث الرسل هدى بأحمد منا أحمد السبل خير البرية من بدو ومن حضر وأكرم الخلق من حاف ومنتعل خير البرية من بدو ومن حضر دعوت للخلق عام الحزن مبتهلا أبديك في الخلق من داع ومبتهلي صعدت كفيك إذ كف الغمام فما صوبت إلا بصوب الوابل. حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها يحين الآن موعد أذان العصر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة
آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة. هكذا أخوة الإيمان، وحسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، رفع على مسامعكم أذان العصر. شكرت الله ما أعطي الهباتي، لو تنكر المعروف تنكر ودوده، ما عاش من ينكر جميل صفاتي. لو ما شكرت اللي تكرم بيوده، لما شكرت الله ما أعطي الهباتي، لو تنكر المعروف تنكر ودوده، ما عاش من ينكر جميل صفاتي. الشكر والعرفان للي بجهوده، سعى لفعل الخير في ظرف عاتي، أثبت كرمه وصار سامي بصموده، قدم لنا للكل ما له شراتي. يا فوز من ياخذ عوايد يدوده، تعزم لهن براس طول الحياتي. لما شكرت اللي تكرم بيوده، لما شكرت الله ما أعطي الهباتي. إذاعة الشباب من سلطنة عمان. عودة لكم مستمعين، وتقبل الله طاعتكم وحياكم الله في برنامج شخصيتك. احنا في الدقائق الأخيرة مستمعينا، وحديثنا عن القيادة الصادقة، كيف تكون عزيزي المستمع قائدا صادقا. تويتر فريد من جديد يقول: هنالك فن يسمى فن الاستماع، وأنا الآن أستمع إليكم وأنتم تقدمون وتثروني بحواركم المفيد، للأمانة شكرا شكرا لك يا فريد. طيب، هناك تساؤل أيضا يقول: أستاذ هيام، الشفافية في القيادة الصادقة ربما تزعزع من الفريق، خاصة الأشخاص اللي ربما ما يتقبلوا بعض الملاحظات، كيف ممكن أن الواحد يحافظ على الفريق ومستوى الفريق بحيث أنه يتقدم ويعني لا يتراجع بسبب هذه الشفافية؟ هي ثقافة تبنى في المؤسسة نفسها. نعم. الثقافة الخاصة بتقبل الملاحظات، يعني الإنسان اللي ما يتقبل الملاحظات حيكون إنسان راكد، ما حيتقدم إلى الأمام، لأن أنت ممكن أنت تتقدم إلى الأمام وتنمي من نفسك من خلال ملاحظات الناس اللي حواليك، الملاحظات الإيجابية، يعني الهادفة وليست الهدامة. أنا هذا الفرق دائما ما بين النقد الهدام والنقد البناء. فالنقد البناء ضروري أنه نحن نكمل من حياتنا، نعرف شنو نقاط قوتنا وضعفنا. أحيانا في أشياء ما نكون شايفينها بنفسنا، وهذا دائما يعني ما يصير معي. يعني أنا لاحظ مجموعة واسعة من الأشخاص لما أجلس معهم، أكون مثلا ألاحظ عندهم بعض الصفات معينة في مجال العمل وأبلغهم، ما يعرفوا نفسهم. فدائما أقول لهم: أنا مثل المراية، أنا ما أحكم عليكم، أنا ما أنقدكم، أنا مراية عكس نفسكم. أنت عندك هذه الخصال الرائعة اللي ممكن تبني عليها،
وعندك هذه الخصال اللي تحتاج إلى التحسين. من منا كامل يا عايدة؟ ما حد منا كامل أكيد. فبالفعل في ناس ما يحبوا حد يخبرهم مثلا بأنه أنت محتاج توجيه في المجال المعين، أو محتاج أنت تعدل في شخصيتك، مثل الشخصية اللي تغضب بسرعة، أو الشخصية الانفعالية، أو يعني هذه الشخصية إذا أنت انفعالي أو تغضب بسرعة لازم تعدل على المستوى الشخصي والصعيد العملي. يعني ما ينفع بالعمل تهب فجأة ولا أنك تنفعل، لازم تتمالك نفسك، فضروري تعدل من نفسك. نعم، وفريق العمل الناجح دائما أعضاءه حريصين بعد كل عمل أنهم يستمعوا إلى الملاحظات بالفعل. وربما يعني يسألوا، أنه بالعكس إحنا متعطشين جدا حتى نتعرف على الملاحظات اللي شفتوها صحيح. علينا، قدموها لنا حتى بالفعل. نطور من أنفسنا. صادق، أحسنتي. عشان كذا في بعض جهات العمل عندهم نظام التوجيه والإرشاد، وإن شاء الله في واحدة من الحلقات حنتكلم عن نظام التوجيه والإرشاد. هذه الدعامة أساسية موجودة في بيئة العمل اللي تخلي الناس يمشوا على الطريق الصحيح. نعم. يحبوا نفسهم ويتقبلوا نفسهم ويبدعوا ويصححوا من المساراتهم في العمل. جميل جدا. طيب إذا كان هناك أي اتصال في مكالمة، طيب ننتقل إلى الرسائل النصية. رسالة تقول نعم، من جديد الشخص يتساءل عن إعادة الحلقة. قلنا أنه الحلقة لا تعاد ولكن ترفع إن شاء الله في اليوتيوب. تابع حلقتنا أو عفوا صفحتنا في تويتر، وإن شاء الله راح تجد رابط حلقة شخصيتك لهذا الأسبوع وتابع الحلقة. معنا اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. معك أهلا. أم ميسم مرة ثانية. أهلا وسهلا يا أم ميسم. استعجلتي من الساعة؟ نعم استعجلتي، رحتي بسرعة. أيوة كان شوية مشغولة. تفضلي عزيزتي. صراحة موضوعكم وايد شيق، أنا حبيته لأن القادة الصالحة هي تكون قادة من الذات، يعني من النفس. نعم. إذا كان هذا القادة الصالحة يعني من النفس تكون قادة طول العمر تكون زينة، يعني ما يفشل مشروعها أبدا. جميل. أيوه، فمثل يعني أكبر مثال وأغلى مثال على قلبي هو حافظ صاحب الجلالة الله يحفظه إن شاء الله ويعود في السلام. آمين يا رب. ويرجع لنا سالم مغانم يا الله. آمين. رجيتك يا رب أن ترجع بخير وسلامة. آمين. صراحة أجمل قائد عشت معه، وفوت كلها وكل الشعب العماني يمدحه، ما عشان أي كلام أنا أقوله من كل قلبي، لا هذا بالعكس، هذا أغلى قائد شفته في عمري. نعم الحمد لله. يا الله يا الله يا كريم أن يرجع بخير وسلامة. آمين. شكرا آمين. لك يا أم ميسم. تستمع عزيزتي. إذن يعني هذه بالنسبة لها أنه فعلا القائد الصادق هو الذي يعمل من قلبه مؤمن بما يعني يقوم به. ننتقل إلى تويتر. تغريدات جديدة لا وصلت. نورة نورة اليوم أنت متأخرة، إذا كانت أي تغريدة هناك إحنا في خلاص يعني نهاية البرنامج يا نورة. شكرا عموما على الفيفوريت. مستمعينا احنا وصلنا الى نهايه هذا التواصل الذي جمعنا واياكم في برنامج شخصيتك. شكرا لكل من استمع، شكرا لكل من تفاعل معنا مع موضوع اليوم كيف تكون قائدا صادقا. ونورة تقول تحية نابعة من القلب لكم جميعا عبر تويتر. شكرا عزيزتي. أشكركم مستمعينا وأشكر ضيفتي ومعدة البرنامج الأستاذة هيام بنت يونس المعينية، كانت معكم في التقديم عايدة بنت خميس البلوشي، وفي الإخراج مريم العجلية. ومع السلامة.